الله يرحمهم. طيب والقناص يا عمي؟ سيبوا علي. عطشان ارحمني يا ابو هبه، ارحمني يا ابو هبه، عطشان ارحمني يا ابو هبه، ارحمني يا ابو هبه. الرحمه ان اقتلك برصاصه، بس الرصاصه خساره فيك زي ما حركت قلبي. هسيبك في الجبل، هسيبك للعقارب والتعابين. لا تقضك تنهشك، ارحمني يا ابو هبه، تقتلك موتك. لا ارحمني يا ابو هبه، ارحمني يا ابو هبه، ارحمني يا ابو هبه، ارحمني يا ابو هبه. كين مات؟ لا لا، محدش يتصرف في اي حاجه، محدش يجي لي اليومين دول. في ايه؟ في حاجة حصلت؟ صحيتي بس مش عاجبني اليومين دول. أنا لو منك يا ربي لو ما عندكش الشجاعة إنك تهربي تشغلي نفسك، رولا كانت بتعمل كده، كان عندها أصحاب كتير أوي. خدي الفلوس اللي أنت عايزاها، بسطي، صرفي، صاحبي، رفقي، مستواي تحبي. كله تمام يا عم. شكرا يا ماهر. حضرتك هتعمل ايه؟ هروح مع الرجالة زي ما قلت لك، او هتسمع بنفسك يا بطل. حضرتك هتروح بنفسك؟ امال ايه؟ عاوزني افوت اللحظة دي ولا ايه؟ انا بس بفكر اعذبه بانهي طريقة. عاوز اجلع واخد جلع. Thank you.
هياخد حقي وحق امي وحق ليلي، مش هسيبه المرة دي. كل مرة بقول ده برضه ابويا، مع اني عمري ما حسيته ان ابويا. طول عمري بحس اني عبد وانه ملكني. نفسي اكسر واضرب واهرب، افجر الاحساس ده، امشي من غير ما اخاف، انام من غير ما احلم بكابوس. نفسي اضحك مرة، نفسي ارتاح. يا جدعون ارحم نفسك شويه، انت كل كام شهر تيجي تعمل تشيك اب؟ ها ده كده يبقى وسواس مش اطمئنان. بص المره دي بجد بجد مش مظبوط. بص انا ايديا بدات تترعش شويه كده، وفي شويه دودوخه على شويه زغللها. بتاكل كويس؟ بتنام بانتظام؟ وده ينفع برضه يا دكتور. وطبعا بتشرب كتير. يعني وعايز ايه بقى؟ عايز اطمن على نفسي، عايز اطمن على نفسي بجد. انا مش مظبوط المره ده دكتور صدقني. ماشي، من فضلك ابعت لي دكتور التحاليل ودكتور الاشعه. تقعد معانا شوية كده لغاية ما تعمل تحاليل، ها؟ وأشعة. خلاص؟ أقعد. أقعد شهر. شهر هيحصل فيه إيه يعني؟ المهم أطمن على نفسي. وأنا هنا بطمن على نفسي يا دكتور. هتنقع دكتور ولا إيه؟ مش قصدي. لكن عمري ما شفت حد زيك كده مهتم قوي بصحته. عشان بحب حياتي يا دكتور، وعايز اعيشها بالطول وبالعرض. والعيان ده عمره ما بيتمتع باي حاجه. انا هقوم اغير واخد حمام كده والبس واخرج. ما عندكش موزة يا دكتور تخش تحميني؟ اسمع، ده لو جيت لي قبل سنه من دلوقتي مش هقابلك اصلا. يبقى قابلني يا دكتور. Ha ha.